سلام عليكم يا حلوين. اوكي شوف شلون مقطعنا اليوم، الحلقة السادسة من سلسلة ماستر كرافت، بس هاي المرة وياي المتابعين. هلا وشباب، هلا 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 هلا. اوكي شباب الحلوين، زي ما قلت لكم ان شاء الله الحلقة الثانية، شنو الثانية السادسة يا عيال من سلسلة ماستر كرافت. فشباب قد المقطع لايك، اشتركوا القناة لو مشتركين، خلصوا هذا المقطع 3000 لايك. اوكي 3000 لايك كلش حلو، فيلا شباب توزعوا شباب، يلا كل واحد ياخذ مكانه شباب، يلا ليتس جو. اوكي يا شباب الحلوين، نبدي برقم 2 اللي هو رافائيل، مسوي سوبر ماريو، محصل على 2331 شخص. اوه ماي جاد، بما يعادل 74.4%. الصراحه سوبر ماريو كلش تصميم حلو، متعوب عليه الصراحه. اوكي نجي الرقم 3 اللي هو محمود اكس دي، محصل على 297 تصويت، بما يعادل 9.5%. مسوي سكنه الاحول. اوكي هسه نجي الرقم 4، حمودي برو للاسف اللي راح يطلع ويانا من السلسله، محصل على 144 تصويت، بما يعادل 4.6%. وهذا هو التصميم مالته، مسوي 3 سكنات، شكله جاب العيد شوي، بس يعني شوي. اوكي نجي رقم 7 والاخير اللي هو اوهريدك، محصل على 362 تصويت، بما يعادل 11.6%. وهم نفس الشيء زي ما مسوي محمود اكس دي، مسوي سكنه، صراحه سكن متعوب عليه وكلش حلو. اوكي اوكي شباب الحوين، هسه خلاص طيرنا كل التصاميم الصراحه شباب، العالم انحذف والتجأنا نحن نسوي عالم ثاني، مثل ما جاي تشوفون عالم ثاني. المهم نفس الارقام وكل شيء، عندنا رقم 2 رافائيل، رقم 3 محمود اكس دي، ورقم 7 اوهريدكس. طبعا شباب حمودي برو للاسف كان رقم 4 كان هنا، فللاسف طيرناها، عرفتوا شلون شباب. اوكي شباب هسه دقيقه يا عيال، مشرفنا اليوم او مساعدنا اليوم ياسين 007. هلا ياسين. هلا والله ياسين 007. شباب بالمناسبة راح تلقون رابط قناة ياسين تحت في الديسكربشن، يعني روحوا اشتركوا بقناته. اوكي المهم هسه خلي اسويها الدنيا نهار، وراح اطلب من يمهم التصميم. اوكي شباب انتم هسه كلكم تسمعوني صح؟ اوكي يا شباب ابيكم تبنون اشي الكتروني، تلفزيون، هاتف، جوال، اي شيء، عرفت شلون؟ فيب يا شباب راح اعطيكم 15 دقيقة. اوكي اقول 3 2 1 جو، ليتس جو شباب اتش، يعني ما ادري يعني تسوون جوال، تليفون، ما ادري شباب اي شيء. اوكي اهم شيء يكون اتش الكتروني، عرفت شلون؟ هاي رافائيل فلش يا ليال. رافائيل فلش لهذا المبنى، يعني عمده عشان راح يبني يعني يب شكله راح يسوي شكل مره كبير. اوكي خلي اسوي هذا كلير وبس. اوكي اوكي شباب الحوين، اكو شغله نسيت ما قلت لكم اياها، بس لهي الحلقه شباب استثناء راح انطيهم يستعملون وورد ايديت، افتهمتوا؟ مثلا شفتون رافائيل شلون بنى هذا الكل بثواني، يقدرون يستعملون الوورد ايديت، لان الصراحه راح يستغرق من يمهم هواي وقت كلهم. هسه رحت لهم في الجنرال، قالوا لي ابو المور نبغى وورد ايديت، والله التصميم راح يتعبنا، فالصراحه انطيتهم وورد ايديت. اوكي مقصرين هذا شكله، ما ادري ايش راح يسوي بالضبط، يعني تمادي قال شنو 15 دقيقه كلش حلو. اوكي اوكي شباب الحوين هسه بالضبط عبروا تقريبا 4 دقائق، الصراحه ما ادري اوريدكس ايش دا يسوي. شكله هذا كيبورد اذا ما خاب ظني، وشكله هذا مكان الماوس حق هاي ما ادري شو اسمها. نشوف رافائيل شباب شكله راح يسوي مبنى، هذا مو شيء الكتروني، والله ما ادري ما نحكم عليه من البدايه. دا يشتغل بالوورد ايديت، ما مقصر الولد. انا يعني راح يكون تصميم ياب وعدكم انه راح شيء يكون مره اسطوري، اقول لكم رافائيل ما يفشلني يعني اعرف. محمود اكس دي دا يسوي تليفون او جوال، الصراحه اعتقد حلو، والله شكله حلو صح؟ ياب حلو مره، ومن يعني ما استعمل ابد يعني الوورد ايديت، يعني بس يدويا. ما مقصر الولد، زي ما قلت لكم شباب ما نحكم عليهم من البدايه، خليهم يشتغلون وبعدين نحكم عليهم. اوكي اوكي رافائيل اعتقد شباب اذا ما خاب ظني راح يسوي تلفزيون ذاك الكبير. دقيقه شباب خلي اشيل هاي، لان الصراحه شكلها راح تخرب عليه المبنى، خلي اشيلها. اوكي نسوي زي كذا حلو. اوكي هاي طارت،
اعتقد اذا راح احطها راح يتخرب عليه المبنى بشكل كامل. خلي اشيل بعد رقم 2 حتى يجي المبنى كلش كامل وحلو. طبعا شباب هاي طاوله او ما ادري شنو هذا، في مكان تحط بيه اشياء ياب ياب ذا الطاوله ستاند، وهنا أنا شباب بذيك اللي تغير القنوات زي كده ياب حلو. استعمل وورد اديت كافر ابيض، ماي جاد حلو. اوكي رقم 3 مسوين، شباب مطرد الدنيا خلاص اوذر كلير. اوكي همين تليفون بس شباب، عرفتونا ذاك التليفون القديم دقدي مره ذاك، وانا بس الصراحه حلو ما مقصر الولد والله، فشي اسطوري ياب ياب مره حلو ما مقصر الولد. رقم 7 مسوينا كمبيوتر حاسوب. اوكي مسوينا هم شباب ياب كلهم دا يتعبون الصراحه. مسوينا كيبورد هنا، هاي مكان حق الماوس. مسوينا هنا همين شاشه كمبيوتر، والله الصراحه ما مقصرين حلو شباب. هسه عبر 8 دقائق كيبورد جيمر، هذاك كيبورد جيمر ياب 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 صحيح والله ما مقصر. هسه بقى شباب تقريبا 7 دقائق بالضبط خلاص. اوكي يلا شباب همين محمود اكس دي، اعتقد اذا اتشيل هذا بيكون احسن. ياب صحيح صحيح خلي اتشيل هذا. طبعا شباب هي تعتبر هاي الحلقه الاخيره او قبل الاخيره صراحه ما ادري. هذا همين نفس الشيء خلي اطير له هذا حتى شباب يعني يجي التصميم اوضح اكثر، عرفت شلون؟ لالي ولالكم. اوكي خلينا نسوي زي كذا، اعتقد كلش حلو. ياسين تعال ساعدني حتى نشيل هاي هذا. اوكي نسوي زي كذا سلاش كات حلو. اوكي شباب الحين تقريبا عبروا 10 دقائق بس بالضبط، بقوا 5 دقائق. الصراحه الشباب مقصرين دا يشتغلون شغل مره صح. محمود اكس دي مسوي لنا تليفون ذاك القديم مره، عرفتونه شكله راح يسوي ذيك اللعبه حق الدوده. الصراحه هو قال لنا سنيك، لعبه سنيك انا الصراحه ما انتبهت لها انه هاي اللعبه حق الدوده. المهم فشي يعني حلو وفكرة اسطورية. اوكي رقم 2 اللي هو رافائيل، ماي جاد مرة كبير مرة شباب. هذا زي ما قلت لكم اذا ما مسوي بالورد اديت كان راح يجيب العيد، بس هم زين قالوا لي الشباب وانطيتهم اوبي يعني حتى يقدرون يسوون وورد اديت. صراحة والله ما مقصر والله فشي اسطوري. اوكي رقم 7 اسمه اوهريدكس همين نفس الشيء. حلو شو اسمه هاي؟ محمود اكس دي طلع يا عيال. لا شباب ان شاء الله يرجع يعني هو تقريبا خلص. لا ياسين ياسين خلاص خلاص تقريبا خلص يعني هيك شيء. قال لك حط الدنيا نهار. اوكي حلو حطينا الدنيا نهار تمام. والله ما ادري شباب الصراحه محمود اكس دي هو مخلص ليش طلع الله اعلم، يمكن فصل عنه النت ما ادري. اوكي هذا قلت لكم دا يسوي هاي ما ادري شنو شباب والله نسيت هاي الصراحه شو اسمها، دي عارف شو اسمها خلي يكتب لنا بالتعليقات. اوكي هاي حق الكمبيوتر ما ادري شنو. اوكي شباب محمود اكس دي رجع واخيرا الصراحه دا يعدل في التليفون او الجوال مالته، صراحه ما مقصر الولد والله شباب معتني بكل التفاصيل والله كافو الصراحه. اني هذا رقم 3 عجبني مره. ماي جاد شباب بس هذا كانه بلاي ستيشن، بلاي ستيشن يا عيال والله بلاي ستيشن ياسين صدق PS4 يا PS4 اقسم بالله يا عيال. ماي جاد واو والله ما بقصر الولد. ماي جاد اوكي هذا اوهريدكس دا يشتغل على الكرسي مالته صراحه ما مقصر. بالمناسبه عيال بقوا دقيقتين شباب دقيقتين اسرع شوي. اوكي دقيقتين بس اوكي ظهرت لهم. اوكي حلو تمام يا شباب لازم اسرعوا شوي اسرعوا شباب بليز والله بلاي ستيشن 4. ماي جاد ماي جاد بس شباب لازم يسوي ذيك الايد الايد ما ادري شو اسمها حق التحكم يتحكم بها بالبلاي ستيشن 4. المهم شباب ما بعرف شو اسمها شباب جبت العيد انا. اوكي يلا شباب الحين بقوا تقريبا دقيقه او دقيقه ونص صراحه ما ادري. اوهريدكس مسوي لنا كرسي ودق لنا هاي هاي شو صار يا عيال قلجت اللعبه عندي. المهم اكو رياض فور جيمز يقول لنا هذا الكرسي مالتك، انا اقعد هنا أنا اقول سلام عليكم حلوين اوكي حلو امير امير هذا الشغل جاء يا هي يا هي هانا ياب ياب هذا من تضغط عليه الجهاز الكمبيوتر كله يشتغل. والله الصراحه حلو تصميم كلش حلو بس كانه الشاشه شوي صغيرونه. شباب صار الوقت صار 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 6 دقيقه ستوب يا عيال ستوب سلاش جيم مود كافو
خلاص كل الجيموز سكريتور. اوكي اول شخص عندنا رافائيل، مسوي لنا تلفزيون، مسوي لنا سوني بلاي ستيشن 4، مسوي لنا هاي الايد حق البلاي ستيشن. الصراحه كلش حلو هذا التصميم، الصراحه مره مره حلو يا عيال. اوكي مثل ما جاي تشوفون التفاصيل، والله شباب هذا لو منطينا 10 دقائق زياده بيجيبه شي مره اسطوري مره حلو اكثر، عرفت شلون؟ فاذا عجبكم يا شباب راح تلقون رابط التصويت تحت في الوصف، دخلوا للرابط وصوتوا الرقم 2 اذا عجبكم. اوكي نجي الرقم 3 اللي هو محمود اكس دي، مسوي لنا تليفون نوكيا ذاك القديم مره، عرفتونا شباب؟ ومسوي لنا هنا لعبه الدوده او سنيك، صراحه حلو حلو شباب التصميم، الصراحه كلش كلش حلو. هذا هو التليفون من ورا وهذا من قدام. اوكي هم نفس الشيء، اذا عجبكم نزلوا على الرابط جوا، ادخلوا للرابط وصوتوا الرقم 3. اوكي نجي الرقم 7 اللي هو اوريدكس والاخير المقطعنا اليوم، مسوي لنا شاشه تلفزيون، مسوي لنا تقدرون تقولون يا عيال سيت اب كامل، عرفت شلون يا عيال؟ واخروا يا عيال. اوكي مسوي لنا هنا كيبورد، مسوي لنا ماوس، شاشه كمبيوتر، مسوي لنا كرسي هنا، هذا هو الكرسي صراحه والله كلش حلو الكرسي من خشب. وعندنا هاي اللي تفتح الكمبيوتر والاساس حق الكمبيوتر. اوكي هنا اكو كرت الشاشه والرامات وكل شيء، والله فد شيء اسطوري صراحه، مو مقصرين كلهم الصراحه، التصاميم كلهم حلوات الصراحه. ها ياسين يا احسن تصميم عجبك، وش كان احسن تصميم اللي عجبك؟ والله حائر بين هذا يعني محتار ياسين محتار، قال لي والله الصراحه اني ثلاث تصاميم الصراحه كلهم حلوات، والله كلهم عجبوني الصراحه. ما ادري اذا شباب ما ادري انتم يا عجبكم اكثر حلو. فيب يا شباب الحين هنا اعتقد وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى عجبكم المقطع، اذا عجبكم المقطع صدمونا بلايك، اشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، واهم شيء يا شباب فعلوا جرس الاشعارات على نزلت المقطع، وشي بقول لكم امير اللي راح ينزل المقطع راح تشيك عليه. وبس لايك اشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين، راح تلقون رابط قناه ياسين تحت في الديسكربشن. وبس مع السلامه، باي باي ياسين، باي 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 باي.